عبر الهاتف معي من اسطنبول دكتور يحيى العريض، المستشار في الهيئة العليا للمفاوضات. مساء الخير، اهلا بك معنا دكتور يحيى. طبعا تابعت كيف اختتم مؤتمر المانحين اليوم، رقم طبعا يعني كبير. الى اي مدى انتم منخرطون بهذا الموضوع دكتور يحيى؟ اين انتم هنا؟ يعني ان كان في موضوع الاستلام، في موضوع ضمان عدم على الاقل تسليمه للمناطق للنظام او مناطق الخاضعه له بوضع اولويات استخدامه. مساء الخير. عمليا كما يقولون بأن لن يكون هناك مساعدات أو دعم أو إعادة إعمار أو شيء من هذا القبيل إلا بعد أن يكون هناك حل سياسي. مع ذلك هناك مساعدات تأتي لعملية إنقاذية من أجل هؤلاء الذين تضرروا وتأذوا جدا من هذه المنظومة، لكن تعرفون أن كثرة تلك الاجتماعات من وقت لآخر نتيجة لكثرة الأيادي المتدخلة في القضية السورية. عمليا جوهر القضية السورية لم يقارب بالشكل الصحيح للآن للأسف، لأسباب تتعلق بأن هناك جهات تريد أن تفصل حلا بمقاسها وبأدوات عسكرية. عمليا أيضا نستطيع أن نقول أن لا النظام ولا المعارضة حاضرة في تلك الاجتماعات، وخاصة التي تتعلق بمساعدات. معروف أن ولا حتى بموضوع التنسيق أو معلومات إضافية، مش بس من ناحية الحضور يعني. هناك بالتأكيد تنسيقات بالنسبة للاتحاد الأوروبي والسيدة موغريني وغوتيريس وكل هؤلاء بالتأكيد يستشعرون المأساة السورية بشكل كبير، لكن كما ذكرت لك مقاربة المسألة بشكل جوهري نحول دونها جهات معينة تسعى للحفاظ على النظام ويتأثر من ذلك مجمل السوريين، ليس فقط في غرفة المعارضة، حتى هؤلاء في الموالاة نظرا لعدم الاعتماد، لعدم ورود مساعدات، هؤلاء تأدوا خلال 7 سنوات الجميع. نحن من جانبنا ننظر إلى سوريا ككل، نريد طيب كيف تنظرون اليوم لكل الحراك غير موضوع المساعدات هذا اللي قلت يعني هذا سيحدث لإعادة الإعمار ولكن بعد أي حل سياسي؟ الحراك الآخر إن كان على الأرض، ترامب يقول اليوم بأنه هو سيتريث بموضوع مقاله إعادة القوات الأمريكية من أجل ربط الموضوع بشكل مباشر بإيران وعدم توسيع نفوذها بالمنطقة أكثر. موغريني تتحدث عن أنه ضرورة وقف إطلاق النار كان من قبل روسيا أو إيران أو تركيا. تعرفون أن هناك قرارات دولية بهذا الخصوص، قرارات تتحدث بداية أو البند الأول فيها إن كان بيان جنيف أو ما تبعه من قرارات 2018 2254 إلى آخره، كل تلك القرارات تتحدث بداية عن وقف إطلاق النار. لكن روسيا من جانبها من خلال مقاربتها للمسألة السورية عبر الأداة العسكرية من أجل تحقيق أو فرض حل عسكري يناسبها على قياسها وقياس النظام، عمليا اجهضت ذلك الموضوع في مناطق خفض التصعيد، تم تجاوزها وعدم الالتزام فيها. ومن في جانب آخر أرادت أن تحفر حلا سياسيا ضمن هذه الأمور عبر سوتشي اللقاء المسخرة، وبقيت القضية السورية بعيدة عن النظر إلى الجوهر في حلها. من هنا ترين أن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تشل حركتها من أجل إيجاد حل. آن الأوان بعد كل هذه السنوات من أن يفهم العالم بأن هذه روسيا تقارب المسألة بشكل شبه مستحيل أو بالأحرى مستحيل أن تعيد إلى الحياة أو تعيد تأهيل منظومة ثابتة بالدليل القاطع بأنها تقتل شعبها وتستخدم حتى أسلحة محرمة. كل تلك المقاربة لا تجدي نفعا حتى الآن على هذا. بس بعد لم يتغير شيء بعد الضربة الأمريكية الأخيرة بسوريا دكتور يحيى، بمقاربة الأمور بما يحدث خلف الكواليس على الأقل يعني بين طبعا الرئيسين الأمريكا وروسيا. نعم، ما الذي تغير هو تثبيت تلك الملفات حول النظام، وتعرفون أن
السيد غوتيريس تحدث بأن الملف السوري يجب أن يحال إلى محكمة الجنايات الدولية، لأنه يستشعر تماما بأنه إن لم يشعر هذه المنظومة الاستبدادية بخطر حقيقي أو لوقف لإجرامها فهي ستستمر بذلك الأمر حتى تثبت نفسها. لو بقي عدد السكان سوريا 4 كما هدد بداية بأننا سنسلم سوريا كما استلمناها، هذا الأمر لا يجدي نفعا. نحن نتحدث عن سوريا ككل، لا نتحدث عن ضفة فيها معارضة أو فيها انتفاضة أو فيها ثورة وضفة أخرى موالية إلى آخره، لا، نحن نريد إعادة سوريا إلى سكة الحياة، ويعنينا كل سوري بهذا الموضوع. نعم. الحديث عن مساعدات ودعم لمن تضرروا وتأدوا وخسروا حياتهم، خسروا بيوتهم، اقتلعوا أبنائهم بالسجون، استخدم بحق سلاح محرم دوليا، كل ذلك عمليا، كل هذه المأساة يجب أن يوضع لها حد. وهناك قرارات دولية تتحدث عن هذا الموضوع، ويجب أن يكون هناك إرادة دولية لتطبيقها. عندما يقول ترامب على سبيل المثال يقول أن أسحب قواته، أنت تفكر عمليا وتعتبر نفسك قائد العالم الحر والقوة الأولى في العالم إلى آخره، وعهدتم أنت وسابقك أوباما لروسيا التي تريد نظام الدكتاتورية المشبهة أن يستمر في السلطة حتى لو ذبح كل شعبه. عمليا هناك مؤامرة حقيقية، لكن المؤامرة ليست على هذه المنظومة إطلاقا، هي مؤامرة على هذا الشعب السوري المبدع الذكي الذي ساهم بالحضارة البشرية، ونريد له أن يعود للمساهمة بالحضارة البشرية، وهذه مسؤولية العالم. أنا أشكرك من إسطنبول دكتور يحيى العريض المستشار في الهيئة العليا للمفاوضات.